اولا انا يعني ليه تحفظ كبير على كلمه فساد او الدوله تدي دواء فاسد. ثانيا مصر بتعتبر رمز نجاح لتجربه رائده اللي هي طبعاً. علاج مليون و300 الحمله القوميه حالة. دكتور علي حصلت الحمله القوميه دي لم تكن تلقى نجاح لو لم يكن رئيس الجمهورية قال أنا عايز مليون واحد يتعالجوا، فبدأت وزارة الصحة تشتغل على الملف كده، فبدأ فوصلنا للمليون وتلتمية. طب هو عشان يوصل للمليون وتلتمية إيه اللي اتعمل؟ إنه فتح قاعدة الشركات اللي بتسجل كتير، فأصبح المعروض كتير وأصبح التكلفة أقل، وبالتالي قدرنا ننزل بالدواء من 15,000 جنيه إلى 400 جنيه، وبالتالي شريحة كبيرة خد. الجزئية التانية بقى ما تم اثارته في الفترة الأخيرة، احنا لينا تحفظ من الناحية الآتية. أولا أنا لو أنا لقيت حاجة فيها فساد أو حاجة فيها سلبية في اتجاه معين، المفروض أن أنا أتقدم إلى النائب العام وهو يتحقق من هذه الواقعة، وبعد كده المستندات العلمية التي تثبت عكس هذا يبتاع. إنما أنا أصدر المشهد للإعلام ده طبعا ده غير مقبول وغير منطقي، ان انا بالظبط كده ان انا اعمل بلبله ما بين الناس، خصوصا انه لا وزاره الصحه، انا بقول لحضرتك بشهد تاني ان وزاره الصحه انها امينه على صحه المواطن وعلى حياه المواطن، وانها عمرها ما هتدي للمواطن دواء يؤذيها، وهي حريصه على كل علبه دواء بتنزل في السوق.